هل ترى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي المسؤول الأول عن هذه الجرائم ويجب التحقيق معها أمام المحكمة؟ حكومة إسرائيل نعم مشاركة وهي أساس هذه الجريمة. أعتقد أن هذه جريمة وهذا العنف تجاه حقوق الإنسان المجتمع ومحكمة العدل الدولية. أعتقد أنهم يجب أن يقدموا للمحاكمة بالفعل. يجب علينا أولا على الدول الرافضة أن تدين الإبادة الجماعية ما تحدث في المقام الأول قبل أن نحاكم. أعتقد أن من ينفذ هذه الجريمة يجب أن يعد في الحسبان وأن يوضع للمحاكمة. نعم كما ذكرت، أعتقد في المجتمع في محكمة العدل الدولية، وأعتقد أن يجب أن يقدموا للمحاكمة العاجلة. الأمر لا يجب أن يؤخر. أعتقد أن يجب اتخاذ القرارات القانونية اللازمة في أسرع وقت، وأعتقد أن هذا أمرا هاما. كما تعرف، إذا أمهلت هذه الأمور المزيد من الوقت، فبالتالي سيحدث تأخرا تجاه ما يحدث في فلسطين، ولن نستطيع أن نرجع إلى هذه الخطوة مرة أخرى. من ينفذ هذه الجريمة يجب أن يقدموا للمحاكمة.